السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم من ثقافة رياضية، موضوع الحجامة والرياضة. يمكن من المواضيع المستبعدة عند بعض الرياضيين أو عند المجتمع بشكل عام، نظرا لعدم قناعة بعض الأفراد بموضوع الحجامة. والحجامة هي من الأدوات التي تم استخدامها خلال يعني القرون الماضية، تدخل في جزء منها الطب التقليدي أو الطب الشعبي أو بين قوسين الطب النبوي، إذ كان هناك أكثر من إشارة في إرث عاداتنا وتقاليدنا وديننا على الحجامة. عموما الحجامة تستخدم بنطاق واسع، ليس فقط على مستوى الوطن العربي لكن أيضا على مستوى العالم، وهناك مراكز متخصصة في دول العالم لاستخدام هذا النوع من أنواع الطب التقليدي، وعبارة عن أكواب معينة ساخنة يتم وضعها على الجلد لسحب الألم وزيادة طبعا تدفق الدم إلى أنحاء الجسم. ما هي فوائد الحجامة هذه؟ للحجامة عدة فوائد، من ضمنها تنشيط الدورة الدموية، تحفيز وظائف الجسم، أيضا العضلات بشكل عام، رفع نسبة الأكسجين داخل الجسم أو في الدورة الدموية، رفع مناعة الجسم بشكل عام، وكذلك تحسين الأعراض من الناحية الصحية والوقائية للإنسان. نتكلم عن الحجامة بالنسبة للرياضة أو علاقة الحجامة بالرياضة وكيف ممكن أن يؤمن فيها العديد من الرياضيين. طبعا الحجامة الرياضية هي تقنين منظم بالنسبة لتطبيقات الحجامة، يساعد هذا الجانب في سرعة تأهيل واستعادة الشفاء بالنسبة للرياضيين لتحقيق أفضل مثل ما نسميه في الرياضة فورمة رياضية، لأن من أهدافها في المجال الرياضي، أهداف الحجامة أو من يستخدمها من الرياضيين، وراح نشوفهم تحقيق الاستشفاء والاسترخاء، استعادة الحيوية، المساعدة في المحافظة على القوة والمرونة بشكل عام. وهناك أنواع من الحجام، الحجامة الجافة، الحجامة المرتبطة بالدورة الدموية والتدليك بكؤوس الهواء، أو ما يسمى بالحجامة التدليكية، كذلك الحجامة المائية، ولها أنواع والتي تستخدم عادة في المجال الرياضي بصورة دقيقة. في أيضا يعني مقولة غير صحيحة طبعا، وهي تكمن في سؤال: هل تقوم الحجامة باستخراج الدم الفاسد من جسم الإنسان؟ طبعا هذه مقولة خاطئة ومعتقد خاطئ. جسم الإنسان لا يوجد فيه ما يسمى بالدم الفاسد، لأن دم الحجامة هو دم موجود في الشعيرات الدموية. الحجامة تقوم باستخراج ما يسمى بالشوارد الحرة للدم، وهي المسؤولة بنسبة كبيرة عن سبب الإصابة بمرض السرطان، حيث توجد هناك دراسات دالة في هذا الإطار. طيب لماذا يلجأ الأبطال الأولمبيين والرياضيين الكبار إلى استخدام الحجامة؟ مرة أخرى لتأكيد تخفيف الإجهاد، بعض الأحيان الآلام المزمنة في الجسم، في العضلات، في الأربطة وغيرها، تساعدهم في التعافي من المجهود العضلي نتيجة للأحمال التدريبية الكبيرة التي يتعرض لها مثل هؤلاء الأبطال. هناك العديد من التقنيات التي يستخدمها الرياضيون بشكل عام لتفادي مثل هذه الأعراض اللي سبق وأن ذكرتها، مثل حمامات الثلج، مثل الساونا، مثل المساجات الرياضية بمختلف أنواعها. ولكن الحجامة، وحسب ما قال لاعب الجمباز الأمريكي نادور لموقع USA Today، كانت أفضل من أي شيء آخر جربته، وهذا لاعب دولي مرموق على مستوى العالم. طيب من هم اللاعبين الذين يؤمنون بالحجامة أو يستخدمونها كرياضيين؟ هناك أبطال عالميين كبار، على رأسهم
مايكل فيليبس بطل العالم ومعجزة القرن في والسباح الأمريكي الذي يؤمن ويستخدم الحجامة بفترة منتظمة. كذلك لاعب الجمباز الذي ذكرناه نادو واستخدمها في دورة ريو وعادت له بنتائج جيدة. النجم الفرنسي ومهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيمة. كذلك مهاجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم غوميز ولاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي يحيى جبران. وهناك العديد طبعا هؤلاء استطعنا ان احنا نشوف بعض صور لهم ومواقف وهم يعني يستخدمون هذا النوع من العلاج، ولكن هناك ايضا ابطال رياضيين اخرين يستخدمونهم. راح نتوقف عند هذا الحد في هذا الاسبوع لان عوده لهذا الموضوع ان شاء الله في الاسبوع القادم. شكرا للجميع والى اللقاء.